القصاب للبحث العلمي والتكوين المهني والجمعية التونسية للعلاج الطبيعي، قافلة صحية متعددة الاختصاصات. لشكون موجهة القافلة هذه؟ موجهة للمجتمعات المحلية اللي متراوح بتراوح الأعمار متاعهم والجنسيات، زادة بما في ذلك التوانسة والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. دونك القافلة تضم فريق طبي متكون من 60 شخص، وهذا في مستوصف الغريبة الواقع بجوار مكتب البريد التونسي. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا السيدة هدى بلقيس بوستة، مسؤولة الاتصال والإعلام بالمنظمة الدولية للهجرة. صباح خير ونهارك زين لله. مرحبا بكم ومرحبا بمستمعينا الكل. يعيشك. نشكركم بداية على المبادرة هذه، أنتم وكل الأطراف المشاركة فيها. تبارك الله برشا أطراف مشاركين معكم. لو كان تعطينا تفاصيل أكثر حول الاختصاصات، حول الفكرة متاع المبادرة، شنو اللي حسيتوه ديورجان على المستوى الصحي باش تنظموا القافلة هذه؟ والله التظاهرة هذية هي معناتها ماهيش أول مرة تصير مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الصحة. كانت قبل صارت تجديد بالتحديد في بسكدين وفي جرديد، وتوا عملناها في صفاقس في الغريبة، وإن شاء الله الجمعة الجاية باش تكون فما تظاهرة أخرى في جبنيش ومن بعد ان شاء الله في ديزون اخرين. دونك داخله في اطار مشروع معناتها المنظمه الدوليه للهجره للصحه، معناتها باش نوفروا الصحه لكافه المجتمعات اللي ما عندهمش اكسي للسبيشاليتي لي ريجون نتاعهم، وتشمل الجهات الكل وتشمل الناس الكل. معناها اليوم القافلة هذه نجموا يمشي ولها التوانسة من ساكنين المنطقة هذيك ومناطق الجوار، وأيضا كسوا مهاجرين غير نظاميين طالبين اللجوء هكا ولا؟ بالضبط، القافلة هذه مفتوحة للجميع ومجانيا على مدة نهارين، اليوم وغدوة، باش نكونوا مع طاقم طبي ميسان جنراليست وزادة سبيشاليست أخصائيين pour traiter معناتها plusieurs cas durant deux jours. سوبر. تعطينا فكرة على الاختصاصات اللي باش تقدمها، اللي باش يكونوا موجودين معاكم في القافلة؟ تعطينا فكرة على الاختصاصات مدام بلقيس؟ اي كيف ما قلت لك فما معناتها طب دي جنراليست وزادة وطب معناتها بتاع دي سبيشاليست هون بلاص. ضمن الاختصاصات المتاحة الجراحة والتوليد، طب النساء، جراحة اليد، جراحة العظام، طب الأطفال، أمراض القلب، الطب الطبيعي والتغذية، أمراض الأذن، طب الأسنان، وأيضا المتابعة النفسية. تري بيان. انتم بديتوا ديجا بديتوا تستقبلوا في اهبي اليوم الصباح من 8:30 كان فما معناتها برشا اقبال هايل، معناتها هوني ديجا سور بلاس فما قرابة 200 شخص ديجا قايلين الصباح وقاعدين يعملوا في لي كونسلتاسيون نتاعهم، فما زاد تغطية إعلامية من عند الإذاعة الوطنية التلفزة الوطنية، إن شاء الله باش يكون فما ريبورتاج في الليل كان تحبوا زاد تعملوا. تري بيان. تفهموا أكثر شوية. إلى حد الآن اللي جاوكم توانسة أجانب كيفاش؟ إلى حد الآن فما فئات اجتماعية مختلفة، معناها الدقيقة مازلنا ما عملناش ديتيكتاج، مازلنا ما لا نحكي هكا أفي دوي، معناها الجنسيات اللي جات اسكو توانسة وإلا أجانب، لأنه نحكي زادة اليوم على وضعية متاع المهاجرين غير النظاميين اللي هما زادة أغلبيتهم أو كلهم ما عندهمش أكسي للصحة، وفي بالي وأنه القافلة هذية أساسا هما اللي أكثر محتاجينها. أي بالطبيعة، وزادة ما يلزمناش نساو اللي نتوانسة زادة محتاجين معناتها القافلة هذي. ديجا اليوم الصباح معناتها برشا عباد قالوا لنا
ميرسي اللي جيتوا معناها، وفما دي سبيسياليتي اللي هما ما كانوش عندهم اكسي ليها، ونحن اون اسبير اللي غراس للقافله هذيا باش تكون عندهم اكسي ليها. توا افي دوي الحقيقه ما نجمش نقول لك، مازال ما عنديش فكره فقط عن العباد الموجودين، اما ما ننساوش اللي زاد المهاجرين معناتها نجموا يضمنوا زاد فئات، فما دي ماغريبان في تونس، فما دي سيريان، فما معناتها فئات معناتها مش كان في مخاخنا مهاجر، دونك لازم يبدا من جنوب الصحراء ولا لا علاش سألتك أنا على أفريقيا جنوب الصحراء، لأنه نعرفوا أنهم هم متواجدين بأعداد كبيرة، وأنه كل الناس تعرفوا أنهم اللي هم في حاجة ماسة إلى بعض الخدمات الصحية، وانتوما كمنظمة دولية للهجرة يعني تصورتوا أنه القافلة هذه باش تكون أكثر سيبلي لهم هما. لا على خاطر بون نحن ديما في بالنا المنظمه الدوليه للهجره تخدم كان مع المهاجرين، لا المنظمه الدوليه للهجره عندها زاده بوكو دو بروغرام يخدموا مع السوانسه في تونس، يخدموا على ديفلوبمون تاع لي ريجيون، يخدموا على لونتربرونيا سوسيال، يخدموا على توفير فرص للشباب التونسي. دونك هي صحيح معناتها دون لو موندا منظمة أممية يمكن نتخيل اللي هي تقدم كان معناتها دي بروغرام للمهاجرين، اما تقدم زادة دي بروغرام للسوان. نعم، ما قلناش كان دي بروغرام للمهاجرين، ولكن انتر اوتر والا بالاساس زاده للمهاجرين. عموما شنو المنتظر من هذا اليوم، من هذه المبادره؟ قديش عندكم السيبل نتاع قديش الرقم اللي منتظر لهذا اليوم؟ نحن عمناول بالتحديد وقت اللي عملنا القافله في السود في بن جردين وزرقيف، جاونا ما يقارب ب 4000 شخص، سجلنا معناها أكسي وسوان الأربعة الشخص إن شاء الله. بوم أنا عارف إن معناتها زي الجريمة هوني معناتها كيفاش باش يكون الإقبال، أما إن شاء الله نوصلوا معناها غونتوش لي بوبيلاسيون. تري بيان، دونك الناس اللي قاعده تسمع فينا توا وكي سون انتريسي ذكرني وين موجودين بالضبط مدام بلقيس. اي حيثك، نحن اليوم في مركز الصحه الاساسيه بالغريبه اللي هي موجوده بحدا مركز البريد، دونك بحدا البوسطه، بحدا البوسطه في الغريبه. مرحبا بكم الكل، فوالا في الغريبه في مركز الصحه، في مركز الصحة بجنب الغريب. واضح، شكرا لك مدام بوستة مسؤولة الاتصال والإعلام بالمنظمة الدولية للهجرة، دونك مركز الصحة اللي في الغريبة بجنب البوستة، إذا كان تحبوا عندكم تحبوا تعديوا فمها وكل الاختصاصات تقريبا موجودة، تفضلوا فرصة لكم وعنكم إن شاء الله يكثروا الحافلات الصحية. أمين. هذه هي لمحله مبادره مهمه برشا ومعمول بها من قبل، معمول بها من قبل، وانا شخصيا قبل يعني حتى 2011 حضرت مثل هذه القوافل الصحيه، لكن الحاجه اللي تزادت بالنسبه لنا كتوانسه ربما كما قلت انت عفاف هم المهاجرين جنوب الصحراء اللي ما عندهمش اكسي للصحه العموميه، كيف بالنسبه فما برشا رجال كبار اللي عندهم مشكله زاده بالنسبه للكنام، بالنسبه للتغطيه الاجتماعيه، يبدا عندهم اكسي للقوافل هذه ينجموا يمشيوا يعديوا واختصاصات، خاصة مثلا نقول أنا طب العيون، فما برشا ناس ما ينجموش يكونوا موجودين في القافلات هذه، نلقاو طب العيون ونلقاو أنه يعديوا عليهم ويعطيوهم طريقة كيفاش ينجموا يعملوا مرايات وكيفاش ينجموا يبداوا موجودين، ساعات يعطيهم دويات زادة خاطر أنا مشيت مرة مع قافلة معناها في بعض الجهات الداخلية في تونس، فما شكون عنده مرض في عينيه والدواء نتاعو نوع نتاع قطر حاجة بسيطة معناها، وهو رجل كبير وما ينجمش يديبلاسي حتى لتونس ولا باش يقعد يداوي، كي جاي يداوي طلع معناها طلعت حاجة بسيطة قطر اللي في القافلة مدهم له مد له باك وقالوا هذا يعمل بها مرتين في النهار ومن بعد ولا لاباس عليه. فنشوفوا الدور نتاع المجتمع المدني زاد لهنا قداش مهم ساعات اللي الدولة ما دخلتش تعمله بحكم الإمكانيات وبحكم الظروف ولا الفلوس ولا اللي هو يبدا مش موجود. شوفوا الدور الكبير نتاع المجتمع المدني بالرغم من الشيطنات بنواحة واشكالها اللي قاعده تصير، علاش لازمنا نردوا بالنا برشا برشا في التعامل مع المجتمع المدني وفي كلمه المجتمع المدني
وعلى اساس انه شيطنا ربما بتخلي برشا ناس ما تخدمش خدمتها. راني قلبي مطفطف مطفطف. لا والله لا هذا نقول لك على شنو لانه في اول البرنامج اليوم واحنا نقدموا في المقالات الخاصه بالاكشواليتي في اسبوع ذكرنا الموضوع اللي تطرق له سيد وزير الخارجيه واللي اكد عليه رئيس الجمهوريه في علاقه بانه المنظمات هذه لازمها تاخذ مسؤوليتها قدام الهجرة غير النظامية وهذا المنتظر باش نمشي.